والذين يذوقون حلاوة رمضان ويعرفون قدره ومكانه وسره ونوره يعلمون بأنهم حينما ينتهي رمضان يحنون ويبكون ويشتاقون إلى رمضان. وقد ورد في النص الصحيح: لو تعلم أمتي ما في رمضان من الفضل لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. لو تعلم أمتي ما في رمضان من الفضل لتمنت أن تكون السنة، وليس الشهر فقط، أن تكون السنة كلها رمضان. والشاعر يقول: إذا بكت العيون على عزيز فشهر الصوم أولى بالبكاء، قد كنا فيه في أرغد عيش وكان الوقت منا في هناء، وكنا فيه للقرآن نتلو ونرجو العفو من رب السماء، فركعات القيام عليه تبكي لفقد صلاتها بعد العشاء. فلا أوحشتنا يا شهر فضل، فقد أوحشتنا بالإنقضاء، ولا أوحشتنا يا شهر تقوى، ففيك الفضل منهل السخاء. فلا تشكو لربك ما فعلنا من الأوزار مع قبح اجتراء، فإنا قد فعلنا كل ذنب تعالى في التصعد كالسماء. هؤلاء الذين يشتاقون إلى رمضان ويبكون من أجل رمضان ويعلمون أن له سرا وفضلا.